كل يوم زيك لانك انت بتعالجش داخلي. تنطمس تيجي بتعصرها في يوم من الايام تلقى عينه كلها وقعت معك. طلع حاضر اخوان بين عليه ايش قلها. بتفيدك لكل الشغلات الداخلية بجسم الطير. مساء الخير، يعطيكم العافية اخوان حبايبي المتابعين، اسعد الله مساءكم. ما اليوم اخوان حلقتنا حلوة جميلة مميزة، ان شاء الله حتنبسطوا فيها ان شاء الله جميعا. طبعا نبلش الحلقة بالفرخ هذا الجميل، الحمد لله نحاسي مميز. الفرخ هذا اخوان مرض معي اكثر من مرة، الحمد لله قاعدين بنحاول نعالج فيه، نزلته من على السطح لانه لو ضل على السطح كان حيموت انا عارف. طبعا كان معه دمعة عين والتهاب، وانا شغال معه بالاكسادوكسي بس هسه، بلا ما يصير اكسادوكسي بس شغال معه. الحمد لله بلش يتحسن، ان شاء الله يا رب يعني وضعه يصير احسن من هيك، لانه احنا لازم ندير بالنا عليه. كان مرشح الحمد لله ما فيش رشحه، امورنا طيبه والوضع تمام. طبعا يا اخوان مع بداية الحلقة بحب انوع على موضوع ضروري جدا 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 لازم كليتنا نعرفه كمربين طيور وكتجار طيور وكواحد بده يبيع طير وكواحد بده يشتري الطير. شغلة مهمة جدا لازم ننوه عليها. طبعا انا عارض زواج للبيع، الجواز تبعوني، واجاني تليفون هسه اجاني تليفون، فالمكالمة اللي صارت مرحبا يعطيك العافية عندك جواز للبيع؟ قلت له أهلا وسهلا، موجود الجواز لسه ما انباعت، وقل لي أنا بدي أشتريهن، شو تحسب للجوز؟ قلت له الجوز بالسعر الفلاني حياك الله. قال شو بدك تحسب ليهم غير هيك؟ قلت له نزلنا له من كل جوز دينار كمان عشان إيش برضو ينغري ويجي. بالآخر بقول لي أنا جاي لك من المفرق، والمفرق مشوارها بعيد بدها 25 دينار مواصلات تأجيلك يعني. فالفكرة في الموضوع يا اخوان انه انت كمشتري، انا ما الي دخل كبائع من وين انت جاي. انت بني ادم في طلب عجبك، في عرض عجبك جاي تاخده، ما تحسب مشوارك على البائع. انت رايح تشتري شغلة تنتفع فيها، فالمفروض لو انك جاي من العقبة اجارك عليك مش على المربي. هاي الشغلة لازم تفهموها كثير منيح يا اخوان، الشغلة هاي كثير ناس بقع فيها، كثير ناس برين عليك بقول لك جاي لك من اربد، هو اصلا بكون بالزرقاء، بكون بقول لك جاي لك من الزرقاء، هو اصلا جارك بكون حواليك هان. فيا اخوان لازم تفهموا هاي الشغله، لو وقعت في هذا الموقف انا ما لي دخل في مواصلاتك. انت بني ادم لولا ما الشغله هاي عجبتك ما بتجي لها من مكان بعيد، فالمكان البعيد هذا مش مجبور انا ادفع لك اجاره عشان مثلا تيجي تشتري الحمام، انت مجبور تدفع اجار نفسك لانك انت جاي تشتري الحمام. فيا اخوان لازم تحطوا ببالكم هاي الشغله ضروريه جدا عشان ما حدا يجي يستغلك في الموضوع هذا ويقول لك انا جاي لك من اربد بدك تراعينا، تروح تنزل له 20 دينار يقول لك لا بدك تراعينا اكثر. فيا اخوان الحكي هذا لازم توعوا له كثير منيح لانه كثير بصير، وانا الي اني انصحكم، وانتو الك انك يا اما بتسمع نصيحتي يا اما تسمعها وتطنش، لانه بالنهايه هاي بتصب مش بجيبتك انت، بجيبته هو، هو المنتفع، هو اللي بده يشتري، هو اللي جاي، هو اللي يدفع اجاره ومواصلاته. فيا اخوان ديروا بالكم. طبعا هون ما شاء الله فراخنا صلاة النبي عليهم، زي ما انتم شايفين صلاة النبي ما شاء الله صحة ونظافة لحد اليوم،
الحمد لله، يعني اليوم الثالث لهم فطم، صحتهم منيحه وبوكلوا زي ما انتم شايفين. هذول الفرخين الاشفار اللي فطمت من ورديت، رجعت عند اهاليهن يوم، رجعتهن يوم ونص ورديت نهيني ايش، رجعتهن هون هي يوم قعدت بينقبوا الاثنين. الحمد لله الوضع تمام، الامور تمام، الصحه 100% ما شاء الله، الله يبارك. انو الفرخ القزازي اي صلاة النبي، شوفوا محلى، شوف الجماعة، شوف الدلع، صلاة النبي فخامة، الله يبارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا شوية فطم فراخ انضاف 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 يا كويسين، انضاف يا غوالي، الله يبارك وصلوا لنا على النبي. هذا الشفر كثير فضولي، طلعوا قاعد بعض في اصابعي. طب انا اصبعي شايف في حبه علف، يعني انت شايف اصبعي علف ومش شايف مثلا العلف يلي على الارض، شو وضعه؟ فضولي والله، فضولي طلعه، سبحان الله. الفرخ اللي زي هيك هذا بغلبك، خشه جديده بتعملها بصير بده يفوت فيها، طاره جديده بتحطها على السطح غريبه بصير بده يتفقدها، كرسي جديد بصير بده يطلع عليه، والله العظيم ما بمزحش يا اخوان. الفرخ الفضول اللي زي هيك هذا بغلبك كثير، اي تغيير على السطح في المكان بصير بده يستكشف وبده يطلع عليه يشوفه. يعني ممكن لو يجي لك حدا غريب على السطح، اذا ظلوا بعادته هاي، لو يجي لك حدا غريب على السطح لازم يجي عنده، يا اما يقرب عليه او يعمل له اي شيء عشان ايش، اللهم صل على سيدنا محمد، يعرف شو هو. ففضولي جدا طبعا، لو نجرب نحط هان ايدي هيك نجرب مدى الفضول عنده قديش. شوف كيف فضولي ينقر في اصابعه، مع العلم ماكل هو وكان ياكل، ورغم هيك فيش حدا غيره اجى قرب على اصابعي. فضولي هذا بدنا نسميه الفضولي. هي طلع حطينا له الكاميرا، طلع شو بيعمل هسه، تعال اكيد راح يعمل حركه، مستحيل ما يعمل شيء. طلع فضول قاتلك ولا انت، تعال شوفه. توكل كفو عليك. طبعا هان الجواز كلها طعم فراخ ما شاء الله، الله يبارك، الوضع تمام. بس عند الجوز هذولا الفرخ رغم انه صحته منيحه وبياكل، بس قلقان عليه ما بعرف ليش، بحس يعني مش بقوة، مش هديك القوة. تمام، والفرخ هذا يعني بزقوه منيح، بس لازم تدعمه بصراحة، لازم تدعمه. وهذا ما بزقوه منيح، بس احنا راح نطعميه هسه. يعني طلع هدول ما شاء الله يطعموا، خلصتوا العلف؟ لسه في مجال للعلف. طبعا هدول الجوز كتات ريش كثير، طلعوا الدراية الزايدة، والله مشكلة هاي الدراية الزايدة. هذول كاتات ريش كثير، الطيرة بالذات، الفحل وضعه تمام بس الطيرة اللي كاتات ريش كثير. هذول الجوز اخوان طلعوا شو عملت معهم. انا بدي افهمكم شغلة انا بعملها مع الحمام عشان ما يكسرش البيض. طلعوا، بسم الله، طلعوا عندهم بيضتين. اول بيضة باضوها على السريع، جبت بيضة بلاستيك، طلعوا هم باضوا اول بيضة هيك على السريع، رحت جبت بيضة بلاستيك وشو عملت وحطيتها هان. شو صار عندهم بيضتين؟ اتوزع الحمل تبعهم على بيضتين مش على بيضة واحدة عشان ما تنكسر البيضة. لما باضوا البيضة الثانية هاي هيك، لما باضوا البيضة الثانية صار عندهم ثلاث بيضات، اليوم حطيت لهم اربع بيضات لحد ما البيض يعقد، اذا كان عبيان ويعقد يعني يصير له عمره بالضبط اول ما يصير 10 ايام، شو بعمل؟ بشيل بيضة او بشيل بيضتين زي هيك، بكون البيض جامد بيقدروا يقعدوا عليه. بينما لو حطيته هسه ممكن يكسروا البيض وهم ببدلوا المكان، ممكن يتهاوش الجوز على البيض ينكسر البيض. بدليل عندنا هدول كسروا بيضتهم، وهي البيضه الثانيه طلع وين بيضتها، خايفه من ابنها. طب انا اقعدكم على بيض الطيره ليش؟ مش عارف ليش اقعدكم على بيض الطيره. بس انا شو ممكن اعمل يا اخوان؟ ممكن اعمل شغله حلوه، احط البيضه هاي هيك
ركز معي منيح، واخذ بيضه من هنا بلاستيك وارجعها هون واخليهن يقعدوا على بيضتين. هناك قاعدين على ثلاث بيضات، ممكن نجيب بيضه احنا ثالثه بلاستيك من هنا. كيف اتذكر في بيضه بلاستيك وين هاي؟ شايفين الطيره على السريع حضنت البيض؟ شايفين؟ راح اعمل حركه حلوه، بتعرفوا شو هي؟ الفحل حضن البيض. شايفين؟ راح نحط لهم ثلاث بيضات، ها الفحل مقبع معه. شو بنعمل بالثلاث بيضات هدول؟ هسه الفحل راح يحضنهم منيح كثير، راح خليه يحضنهن ويدير باله عليهن كويس كويس، واخليه استنى هدول الجوز يبيض يعبوا البيض. اذا البيض معبي 100%، اذا البيض معبي 100% شو بعمل؟ بسحب البيض هذا يا معلم وبحطه تحت هدول، وبكب بيضة هذا اذا كانت فاضية. هي اكيد يعني حتكون فاضية، وانا اصلا هسه راح اخذها عشان تطلع فاضية وما يموتش في الفرخ من الاساس. هسه باخذها عشان تطلع فاضية، بكون هذا تعود يقعد على البيض 100%، وبكونوا هدول عقدوا بيضهم. اول ما يعقدوا بيضهم هدول بحطه تحت هدول، هدول بيرجعوا يبيضوا. هاي خطة حلوة. هدول بيضات بس معبيات بيضة واحدة. تعالوا شايفين كيف قاعدين جنب بعض؟ عشان هيك انا حاط تحتيهم ثلاث بيضات، عشان هيك انا حاط تحتيهم ثلاث بيضات، لانه الجوز اللي بيقعدوا جنب بعض هيك بعجبوا على الدنيا. شايفين عندهم بيضه فاضيه هيها، والبيضه البلاستيك تبعتنا، وبيضه مليانه، يعني هم معبيين بيضه واحده. شو بنعمل؟ بنرد بنرجعهم الثلاث بيضات مع بعض عشان ما يكسروا البيضه العبيانه، الحمل تبعهم يتوزع على ثلاث بيضات. وزي ما قلنا لكم هان شو راح نعمل هسه يا اخوان. انا شايف هدول الجواز اكلوا وما زقوا، او بستنوني اطلع لما ما عشان يزقوا ما بعرف. انا هسه راح اطلع على السطح، افقد السطح. شوفوا هذا الفرق، اطلع افقد السطح وانزل. اذا لقيتهم لسه مش مطعمين فراخهم عندنا الخلطه جاهزه، هسه بنطعميهم. خليكم معنا. طبعا امبارح اخوان وانا بكشف الحمام حصل معي موقف، هسه بحكي لكم اياه. خلي احكي لكم بس اول شيء على الدراي. الدراي اللي غسلتها هسه طلعت شو اسمه، نظفتها تنظيف اخوان امبارح، ضيعت عليها المي كلها. طلعت ايش؟ الشوال هسه فوق. طبعا اخوان عن جد يعني الوضع تبع المي هذا غريب جدا بصراحه. بصراحه يعني موضوع العلف تبع امبارح يعني ضايقني كثير. طبعا هذا اخر شوال عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طبعا ريحتها دراي يعني، مش حيكون ريحتها مثلا سكر، ولا هو السكر له ريحه انت الثاني، قصدي ريحتها يعني مش حتكون ريحتها عطر، يعني ريحتها ضراي. الحمد لله نظفناها وظبطناها. هسه بدي افرجيكم شو صار معي. خليني اجيب بس الطير. امبارح اخوان قاعد بحط له علف، بديش اطلعه انا طبعا ما شاء الله عليه، انا ما بدي اطلعه. فقلت ايش بدي اعمل؟ بدي اضبه، سوري بدي احط له علف واشوف وضعه كيف. المهم الحمام طاير على البرمه، كنت قاعد بخالط بالفراخ وبقوي فيها. اول حكي قبل المغرب بعشر دقائق، شو عمل؟ الكلب فلت من تحت ايدي وطلع على الرفصه، من الرفصه على السماء. ضلوا طاير، قلت الحمد لله طلع جناحه مش محلول، كاين بده راحه. قلت الحمد لله. ضلوا طاير طاير طاير، حطت الحمام، اول ما حط شو عملت؟ فتحت على الحمام كلها ونزلت قبل المغرب بعشر دقائق، ولا عملت اي شيء. المفروض اني اطحن الفراخ واشد عليهم، ولا عملت اي شيء. ليش؟ عشانه بس عشانه. ليش؟ لاني بديش اضلني اطير فيه، وبدي احاول امسكه، ممكن اديه لما امسكه. فانا قلت لا، شو بعمل؟ شو هذا الطير؟ هذا فيه قص على فكره، على فكره فيه مشكله الطير هذا، والله فيه شيء غلط، اقسم بالله هسه انتبهت عليه، فيه شيء غلط راح احكي لكم عنه ان شاء الله بالفيديو الجاي. والله العظيم الطير هذا فيه مشكله، فيه شيء غلط، اقسم بالله فيه شيء غلط، هسه انتبهت عليه. وال سبحان الله. المهم احكي لكم عنها بالفيديو الجاي ان شاء الله. فانا قلت عشان ما ارد اطيره وجناحه يتعب وهيك، بنزل تحت بسيبه يلعب ياكل مع اخوانه، وبكره الصبح بمسكه بزده في الجيم.
الكاويات لا لسه بدون الحمد لله عندنا 20 فريخ بركة الله فضل من الله أيوم صلاة النبي هدول مش 20 أقل بس يعني في لسه 5 لسه مش طالعات 2 4 6 8 10 12 13 هدول 13 واحد 13 واحد و5 13 و5 18 وفي هنا فرخ شفر فرخ مسود أحمر وضيعنا فرخ شفر أحمر إذا بتتذكروه وانضرب لنا بوز مغبر أو عمري مغبر والله بيعوض طبعا هاي الفراخ ما شاء الله بتلعب لعب طبعا تطيرة الصبح أو الظهر يا إخوان حلوة للطير بس يكون الجو هادي يعني ما يكونش نار حلوة للطير ليش؟ بالذات للفرخ عشان يقوى ويحفظ منطقته ويعرف رفسته ويعرف سطحه يعرف البيوت اللي عليها حمام وماء ويعلمها انه هذا مش سطحي سطحي هذا فهمتوا شو الفكرة؟ هاي الكشميري ما شاء الله لبت في الحمام كان يضلوا يقطع يضلوا يفلت ليش يفلت؟ لانه مش مضغوط يو ما كانش مضغوط عند احمد احمد لانه ما كانش فاضيله عرفتوا كيف؟ انا فاضيله بضغط وبشل الامل وبخليه زي البولندي يطير السمين انا عندي فيهم مشكلة المكاويات الاثنين مكاويات الاثنين هذول يا اخوان بدهم دعك وافضل وقت لهم ان ادعكهم اللي هو الظهر زي هيك بلوح لهم طبعا انا قاعد بلوح لهم بس بنفس الوقت بديش اياه ان يريحن يفسدن اذا فسد انعدار فيها حمام زي هذاك انا وياه صيد مشكله انا كمان اني مش شايف هنا اضاءة التلفون هذا كلب والله ما هو راضي ينزل خليها تحط الحمام خلينا نشوف الاضاءة كويسة ولا لا مرتفعة ولا لا يلا ها نقعد لها نقعد لها نتفرج عليها تنزل براحتها الحمام الفراخ ايوه يا عين عليكم ايش هذا البوز ماله اكل برمى زيادة اكل برمى زيادة الاضاءة عندي فل بس عشان الجو الجو شمس مش مبين انه او انا مش شايف طبعا في فرخ شفر خلينا اطلع يا اخوان امبارح لسه معطيه دواء وهيو فيه قلاع تعال فرجيكم كيف بنشال يلا حظكم حلو خليكم معي اخوان فراخنا طايره اغلب من نصها طاير طلع هذا اخوان بين عليه ايش قلاع هي شايفينها قلاع بدك تحكي لها حبه بدك تحكي لها ايش ما بدك تقول لها قول لها هاي كيف تنشر في ناس بشيلها بايده في ناس بشيلها بريشة في ناس بسيبها في ناس اصلا ما بنتبهش عليها وانت لو عندك فرخ مريض وما انتبهت عليه مشكلة طلع انا كيف بعمل بأطفر ايدك شايف اطفرك الكبير عرش اذا مبين ولا لا ما بعرف اذا مبين او لا اخوان ها هيك شايفين طلعت من محلها كاملة من مكانها كامل على الكامل ها نظف الجدر كامل شايفين الصفار هذا نظفه ما انت هيك يعني شو بدك تعمل اللي بحب الحمام ما بقرب منه اللي بحب الحمام ما بقرب منه هاي نشلناها انا ما بعرف اذا كنت مبين او لا بس هاي نشلناها طبعا هذا اخوان هاي عندنا الدواء تبع هذا الدواء اصلا للقلاع هذا اخوان الدواء حق العلبه ليرتين او ليرتين ونص والله ما بعرف هاي العلبه يعني بتفيدك لكل الشغلات الداخليه بجسم الطير واولها واهمها القلاع القلاع اللي هو الشغله الصفراء او الحبه الصفراء او اللحمه الصفراء اللي بتكون معلقه في حلق الطير هان او في تم الطير هان او بسقف حلق الطير هان فهاي هي علاجها الرسمي هذا هو علاجها الرسمي
وكثير فعال يعني عن تجربة وعن بعض ناس جربته برضه. تمام، فإحنا إيش بنعمل زي ما أنت شايفين، حق درتين ونص، مش عارف درتين ونص ثلاث، أنا ما بعرف يعني. هاي أعطاني إياها عبد الباسط أبو إبراهيم الله يكتر خيره، الله مقصر معه، بدرن عليه كل ما بدرن عليه بصير معي شغلة. تمام، هيها زي ما أنت شايفين فيها إلها غط، في إلها معلقة، شايفين رأس المعلقة هيك، وفي تم الطير تقلبها، تقلبها في تم الطير. طبعا انا مش متحكم فيه كويس، بس هو بلاحة. طبعا تقدر تمسك شوية تحطها على الجرح نفسه عادي، بس هو بالنهاية بما انها شربها انت بدك تعالج جوا، لانه هو جوا مهلوك مش برا. هو يا اخوان مرضه هذا الطير معه دمعة عين، وانا حكيتها مبارح على فيديو مبارح على لايف مبارح، قلت لكم دمعة العين يا اخوان صعبة، دمعة العين مشكلة. دمعة العين مش بس دمعة، دمعة العين مش بس دمعة، واللي بده يعني بده يناقش او اشي انا جاهز. دمعة العين مش بس دمعة، دمعة العين اصلا بتنتج عن طريق مرض داخلي جوا الطير، التهاب داخلي جوا الطير طلع على العين. فالعين بتقول لك لما العين تنطمس هيك او الدم بتقول لك انا عندي مشكلة، انا عندي مشكلة، والمشكلة قوية عشان هيك طلعت على عيني، عشان هيك طلعت على عين الطير. فهل انت بتعالج العين؟ بتعالجها، بتجيب قطرة. طب انا هذا قديش قطرت له ما استجاب، ما استجاب معاي بالقطرة، قطرت له كثير اقسم بالله ما استجاب، بتقطر له اليوم ثاني يوم بطيب، ثالث يوم ايش بيرجع عينه بتطفي، ترجع عينه بتطفي. وانا عارف انه معه قلاع وبعالجه علاج قلاع قاعد. فالمهم شو عملت؟ اللهم صل على سيدنا محمد، بدك تعالجه هذا داخلي، داخلي بدك تعطيه فلاميسين اكسادوكسي او تعطيه هذا الدواء، انا ما بعرف شو اسمه، بس بحكوا له علاج كنكر، دواء كنكر شيء زي هيك، انا ما بعرف شو اسمه بصراحه. يعني انا اصلا بالادويه يعني ما بهتم بالادويه كثير، لانه انا الحمد لله لولا ما عندي فراخ الحمد لله ما بعطي ادويه. تمام، فهذا يا اخوان بدك تعالجه داخلي. طيب اذا ما عالجته داخلي بتضلها عينه تدمع. تمام، او كيف بدك تعرف انه فرخك عن جد محتاج علاج داخلي؟ كيف تعرف انه فرخك عن جد محتاج علاج داخلي؟ ركز في كلامي هذا، اقسم بالله يا اخوان الكلام هذا بفيدك والله العظيم، ما بدي منك مصاري عليه، ما بدي منك مصاري عليه، انا قاعد بنصحك لوجه الله. كيف تعرف انه فرخك بده علاج داخلي ولا لا؟ لما عين الطير تدمع. كلامي هذا انا مسؤول عليه، يعني بدك حد يجي يناقشني فيه يجي يناقشني. لما عين الطير تدمع وتجيب له افضل قطره خلقها ربنا او افضل قطره عملها الانسان وتعطيه يومين ترجع عينه تدمع، تعطيها يوم ترجع عينه تدمع، تعطيها يومين ترجع عينه تدمع، تعطيها يوم ترجع عينه تدمع، بما انه ما استفاد على القطره يا صديقي العزيز، شو مكان نوع القطره ان شاء الله اقول لك، لو انك حاط له زيت قلي في عينه وما استجاب عليه بدك تعرف انه الطير هذا معه مشكله داخليه، بدك تعالجه داخلي. بتعالجه داخلي بتطيب عينه وبصير 100%. طيب اذا ما عالجته شو بصير؟ انا بحكي لك كلام عن تجربه. اذا ما عالجته شو بصير؟ اذا ما عالجته يا صديقي الطير بضله زي ما هو، بيرشح بطيب، بيرشح بطيب، عينه تلتهب بتطيب، بتلتهب بتطيب لحد ما تلتهب على الكامل وبتبطل تقدر تعمل لها اي شيء. تلتهب على الكامل كيف؟ بتنطمس، بتصير لون عينه بيضة، او بتصير في رغوة كثير شديدة على العين. طيب بعد الرغوة الشديدة على العين بتبلش تكون زي تجبن في العين. تجبن، كيف تجبن؟ انه هذا مش حقدر احطه بين الفراخ بهلك لي اياهم هسه، بدي اعزله. كيف كيف التجبن؟ بتصير جوا العين تعصرها زي هيك، طلع ركز معي اسمع بحكي لك كلام حرفي بصير، واللي صارت معه يكتب لي بالتعليقات، بحكي لك كلام اذا ما بصير انا ما بفهم. تيجي بتعصر عينه زي هيك تلقاها طلعت لك ايش، ماده صفراء هيك، قطعه جلده قدحبه الدراي من تحت عينه، من هان تعصرها من هان يطلع لك قدحبه الدراي. كل يوم زي هيك، كل يوم زي هيك، لانك انت بتعالج داخلي. تمام، بعديها بتسكر تنطمس، تيجي بتعصرها في يوم من الايام تلقى عينه كلها وقعت معك، بتلقى عين الطير كلها وقعت معك وصارت عينه فاضيه، ما في عين، ما في عين فعليا، ما في عين.
هذا هو يلي بصير حرفيا حرفيا مع الطير يلي ما بتعالج داخلي من دمعة العين. هيك اخوان خلصنا الفقرة هاي، خلينا ننزل نطمن على الفراخ. بتمنى منكم يا اخوان اذا استفدت لو اشي بسيط حط لنا لايك للفيديو، وخلينا ننزل نشوف الفراخ اذا طعموهم اهليهم ولا لا، واذا ما طعموهم خلينا نزقهم. يلا هيك المفروض يكون الجواز طعمه الفراخ. يعني انا شايفهم طعمين هاف بس مش كثير. شوفك كمان هاف مش كثير ماكل يا دوب. طب ما انتم ماكلين يعني عندكم زايد من عندكم علف، ليش مش مطعمين منيح؟ خلينا نشوف المسود، كمان المسود مش مطعمين منيح. هسه هيك احنا بدنا نضطر نطعمي، خليكم معنا. هسه يا اخوان واحد بيقول لك طب ليش الطعمي انت؟ ليش ما الجوز يطعمه؟ الجوز بطعمه يا اخوان الجو في الجو البراد المناسب لهم. احنا مطعمينهم الساعة 3، هسه فعليا الساعة 3 الظهر قبل العصر بساعة. الحمام اصلا بتحب تاكل صح والطعم صح في وقت البراد، بس انا بما اني انا بطعمي شو وراي؟ هذا زودنا عليه شوي بس مش مشكلة. معوالك ليش وسخ؟ نظف معوالك يا كلب. تمام؟ في اخوان ايش الفكرة؟ بما انه انا فيش وراي اشي، ليش ما انا اطعميه؟ ما عندي مشكلة اني اطعميه لان انا اصلا فاضي، وزائد اني انا بساعد اهليهم. يعني انا اليوم هسه بطعميه مرة، بالليل هم هيطعموه مرة، وممكن يعيدوا من وراي عليه بالاكل. ممكن يعيدوا من وراي عليه بالاكل. غير زعلانه ليش؟ الطعمين عشان ما اكل. طبعا الطير قال زعلان. الهاشي يعني اخذ الفرخ منها. تعاولك. لا لا بزعل منك، تعال تعال بدي اطعميك، انا بدي اطعميك، انا بدي اطعميك يا رجل، تعال. بسم الله يلا خلص. ايوه يلا شو بدك؟ احسن من اكل اهلك، احسن من اهلك ما يطعموك. شو بدي اقول لك احسن من هيك؟ شو بدك اكثر من هيك؟ مرة في عندنا فرخ صغير ما بعرف اذا مطعمينه ولا لا هتلاق. خلينا نشوفه مع بعض. والله هم مطعمينه ومش مطعمينه، يعني برضو احنا بندعمه شوي. فسبحان الله اخوان امبارح بس طعميتهم اختلف حجمهم. طبعا ديروا بالكم الخبز كثير كثير كويس، بالذات للجوز اللي بكون اول تلباية. يعني كيف اول تلباية؟ يعني اول لبا لهم للفراخ. يعني انت عارف جوازك مثلا، انا هيك كنت اعمل. ابوي الله يرحمه، الله يرحمه طبعا طلب الرحمه، ادعوا لنا له بالرحمه. ابوي بالزمانات كان اول ما يعرف، اول ما يعرف في جوز ايام حمامي انا ايام السطح التحت، يعرف في جوز قرب يفكسه. والله العظيم اطلع القى ذاك خبز. ها يابا ايش فيه؟ بقول الجوز هذول راح يفكسوا. طعميهم هذول اليومين هذول خبز بس، لا طعميهم غير الخبز. طب ليش الخبز؟ الخبز اول شيء اخوان بيخلي الحمام تلبي، تعطي لبا قوي وكويس مناسب للطير. تمام؟ زائد اول يومين او ثلاث جرب، جرب اول يومين او ثلاث جرب طعمي خبز للجوز، وجرب طعمي جوز ثاني خلطه. ركز معي، الجوز هدول طعميهم خبز والجوز هدول طعميهم خلطه، وشوف انهم اول فراخ بنفشوا معك، اول فراخ بنفشوا معك. شوف وركز فيهم، شوف انهم الفرخين يلي بنفشوا معك اسرع. طيب بدناش نحكي اول ثلاث ايام، عد اول خمس ايام او اول اسبوع من الجمعه للجمعه مثلا، او من الخميس للخميس، او من الاحد للاحد. حط الجوز هدول على خلطه، احسن خلطه بدك تحطها من الخميس للخميس للجوز هدول، يكونوا مفكسات مع بعض. تمام؟ والجوز اللي بجنبه حط لهم خبز من الخميس للخميس، وشوف انهم احسن فراخ بيطلع صحته.
شوف احسن فرخين بيطلع صحتهم ورد لي. انا عن تجربه وجربتها كمان فعليا، اللي باكل خبز صدقوني يا اخوان الفراخ اللي بتاكل خبز صحتها بتكون اكبر، يعني حجمهم بيكون اكبر من الفرخين اللي باكل كاس سمك سبحان الله. فعلى العموم هيك اخوان حبايبي وصلنا لنهايه الحلقه، اتمنى تكون عجبك المقطع، اتمنى تعمل لنا لايك اشتراك شير، يعطيكم العافيه والسلام عليكم.